ادخل. سيف باشا. خير يا نادر. التليفون اللي جه للمقدم هشام ثبت انه من كابينه عموميه في البحيره في حته اسمها حوش عيسى. يبقى ادم عبد الحي هناك. انا عايز الواد ده. خلاص يا هشام بيه، واضح كده ان الموضوع السخيف ده قرب ينتهي. باشا بس احنا هنروح البحيره ندور على ادم في بيت هناك. يا فندم انا بيتهيالي كده. بايه يا اخويا؟ بيتهيالك؟ ايه يا هشام بيه؟ ما تشد رجالتك شويه. هشدهم سعادتك، بس حضرتك اهدى شويه. يا فندم خاله بيشتغل في مزرعه صغيره هناك. ايوه يا باشا، ما هو خاله دوت احنا شلناه من حساباتنا من زمان، لان على حسب تحرياتنا خاله ده جبان وسابهم في ازمتهم وهرب. طب وانت مستني ايه؟ انا عايزك تحدد لي مكان المزرعه دي حالا، والقوه تطلع ونجيب الواد ده. انا زهقت من القضيه دي. حاضر، تمام سعادتك. انا مشيت 2 كيلو عشان اجيب لك الورده دي، مش دي اللي كانت عاجباكي؟ حلوه قوي على فكره. انا اللي قطفتها. يا خال. ايه يا حبيبي؟ ايدك ما قلتليش بقى يا خال، لما تتجوز صبحا ان شاء الله مين فيكم اللي هيخلف؟ هتسموا ايه؟ وغلاوتك عندي لو جبت واد هسمي ادم. ايه؟ طب ولو بيت؟ ولو بنت بقى هسميها هنا عشان يبقوا ادم الهنا. طب وانت يا ادم لو جبت لك كده ولد حليوه زي ابوه هتسميه ايه؟ بص انا في الولاد بحب اسم عمر ويوسف. طب ولو بيت؟ ولو بيت هسميها طبعا هنا عشان تطلع حلوه زي امها. عارف يا ادم اسعد احساس في حياه اي واحده انها تبقى شايله ابن او بنت من حبيبها جوزها. الله 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 على الكلام الجميل. سامعه يا صفحه، وان شاء الله انتوا هتخلفوا عيال كتير، هتجيبوا قرطه عيال ويجروا هنا على الخضره ويطلعوا فوق الشجر. فوق الشجر ايه يا عم؟ مخلفين قرود ولا ايه؟ يا باشمهندس يا باشمهندس الحق يا باشمهندس. ايه يا ابني؟ الواد محمد عبد المقصود كلمني وقال لي ان الحكومه جايه على المزرعه. خلاص هنا انت لازم ترجعي. انا هاجي معاك ورجلي على رجلي. مش هتيجي معايا، انت لازم تروحي، انت لازم تفضلي وسط اهلك. ادم طالما انت بريء سلم نفسك والقانون هيجيب لك حقك. في بلدنا ما بيجيبش حق الغلابه غير ربنا. اسمعي هنا، ركزي معايا كويس عشان خاطر اخر الطريق ده هتلاقي الباب الوراني بتاع المزرعه، هتعدي منه وتركبي اي مواصله هتروحك. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هستناك يا ادم. سيف باشا الواد ملوش اثر في المزرعه كلها يا باشا. انا عارف. ادم فين يا عامر؟ وايه اللي هيجيب ادم هنا يا سياده الباشا؟ الواد ده قليل ادب ولو جه هنا هكسر رقبته. يا يعني انت ما تعرفش مكانه؟ لو اعرف مكانه كنت بلغت عنه على طول. هبلغ برضه عن ابن الغاليه بسهوله كده؟ مش اغلى من الجايزه اللي عارضينها للي يدل عليه. يا ده انت مصلحجي بقى. بس هينفعنا مصلحجي وواطي وابن 60 كلب وابيع ابويا وامي عشان خاطر الفلوس. ماشي يا ادم عبد الحي. لا اله الا الله. يلا يا رجاله. ربنا يحميك يا ادم. شوفيني. ايوه هنا بنتي حبيبتي. وحشتيني حبيبتي. الحمد لله بالسلامه. كنت فين المده دي كلها يا حبيبتي؟ هنا جت يا بيت. كل الحكايه تيتا ان انا بنكابت. انا رحت لادم يا بابا واتجوزنا. اتجوزتوا؟ ايوه يا بابا، ادم دلوقتي جوزي. فجأة! انا ما غلطتش يا بابا، انا ما عملتش حاجه غلط. عايزه تعملي فيا ايه يا بنت؟ عايزه تعملي فيا ايه؟ عايزه تنطيني، عايزه تموتيني نص عمري وتحطي دماغي في الوحش. انا افتكرناكي ماتت. هي ماتت. كلام ايه ده يا عم؟ ماتت يا حكا.
ماتت من النهاردة، من النهاردة ما عنديش بنات. برا ورا كلمة، مش عايز ولا كلمة. البنت دي لو حد فتح لها ولا لسانه جه على لسانها هيحصلها. تاخدني 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 تاخدها يا رب. يخوفي عليك، يخوفي عليك يا بنتي. اهدي يا سيسيل، مش كده، خلي عندك ايمان بالرب. هو ما انا اخاف على بنتي ما بقاش عندي ايمان يا جورج، دي يوم عن يوم بتتغرس في الموضوع اكتر واكتر. هتخرج منه على خير، وزي ما خرجت من حزنها على جو ورجعت لنا، قادر الرب يخرجها من الموضوع ده كمان. انا مش فاهمه، خرجت منه ضعف في ضعديرة. خلي املك في الرب كبير. انا امي يا جورج وخايفه على بنتي، انا خايفه عليها، هي واقفه مع ارهابي، ارهابي ضد ناس ما عندهمش رحمه. ارهابي ده انت عارفه الحكايه ومتاكده من براءته. انا مش مهم يا جورج، المهم الحكومه والبوليس، وطول ما هم متهمينه احنا وبنتنا هنبقى في خطر، ويا اللي مغرتنا ايه. احنا على حق، والرب مش هيخذلنا ابدا، انا متاكد. هشام، مش ملاحظ ان انت ما بقيتش تتكلم معايا وعلى طول مستقل فيا؟ كده احسن لينا احنا الاتنين. بس دي ما بقتش عيشة، كفاية اللي احنا فيه، ما تبقاش الظروف علينا واحنا كمان على بعض. انت عايزة ايه مني؟ ما تسيبيني في حالي بقى. طب بص هقولك، اشتمني يا سيدي، هزقني، طب حتى اضربني، بس بجد ما تهمنيش بالشكل ده. اهزقك واضربك عشان احسسك بخشونتي؟ ها، ده كان زمان. مش هناولك متعه انت بتتمنيها بعد ما حرمتي بنتي من انها تمشي على رجليها. دي بنتي زي ما هي بنتك، ولا انت ناسي ان انا مامتها؟ مصيبه ان انا ما نسيتش، جايز تكوني خلفتيها انما ما عرفتيش تحافظي عليها. حرام عليك، كفايه اللي انا فيه يا هشام. انت تستاهلي اكتر من كده. ده ايه يا شيخ؟ ما بتحسش؟ عشرتي ليكي جمدت قلبي، ما بقاش في اي حاجه فارقه معايا. طلعني، ما عنديش اي مانع، دي امنيه عمري، بس بشرط. شرط ايه بقى؟ تتنازلي عن حضانه بنتي وتغوري في 60 داهية بعيد عننا، وكفاية قوي اللي حصل لها من تحت راسك. دي بنتي يا هشام، عارف يعني ايه بنتي؟ بنتك! بنتك! بنتك دي انت دمرتيها، فاهمة يعني ايه دمرتيها؟ وانا ممكن بالقانون اخدها منك غصب عنك بسبب تفاهتك واستهتارك وهبلك اللي وصلوها للي هي فيه ده. دي كانت حادثة، يعني قضاء وقدر، يعني ممكن تحصل لأي حد عادي. مش أي حد بيروح اسكندرية صد رد عشان أكلة سمك، ومن ورايا، من ورا جوزك، وكمان تسيبيها لوحدها وتخشي تصيعي جوه أنت وصاحبتك، والبنت تعمل حادثة وأنت ولا على بالك، وتروح المستشفى وأنت ولا على بالك. أنت فاشلة. عارفة يعني إيه فاشلة؟ أنت زوجة فاشلة، وام فاشله، وست بيت فاشله، حتى التعليم فاشله فيها بتاعت المقبول. ما هو الفاشل بيبقى فاشل في كل حاجه. بص يا منال، هي خلصت، خلصت. انا مش طايقك، ولا طايق اشوفك، ولا طايق حتى اشم ريحتك يا شيخه، ولا طايق انام جنبك. نامي لوحدك بقى. الو، ايوه يا هنا، انت فين؟ عملتي ايه؟ انت كويسه؟ ايه باباكي طردك؟ طب وانت فين دلوقتي؟ على السلم؟ طب وهتروحي فين؟ بقولك ايه، ادخلي عند مامة ادم. ايوه دي دلوقتي حماتك، وده بيت جوزك يعني. ايوه طبعا،
اعملي كده ولما تستقري عندهم بيطمنيني عليكي. اوكي ماشي حبيبتي، باي باي. في ايه نونو؟ في ايه حبيبتي؟ دي هنا، هنا حبيبه ادم باباها طردها لما عرف انهم اتجوزوا من وراه. ما هي اللي غلطانه؟ حد يتجوز من ورا اهله؟ بتحبه يا ماما يعني؟ الله يقطع الحب وسنينه. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده، بس يا ربي معقولة ابقى ضيعت مستقبلها هي كمان عشان ساعدتهم يتجوزوا يعني؟ ما تبقيش حساسة يا نونو كده وتشيلي هموم الدنيا، كل واحد مسؤول عن تصرفاته، انتي مالكيش ذنب في حاجة. ماما الذنب اصلا ذنبي وانا شايلته لكل الناس دي معايا. طيب مساء الخير، سيادتك العقيد سيف الحديدي؟ ايوه. في اختار من المحكمة لسيادتك. اختار بخصوص ايه؟ بصراحة يا فندم بخصوص قضية خلع رفعها على حضرتك السيدة سهام سامح امين بصفتها زوجتك. يا ريت حضرتك تستلم وتوقع لي هنا. طب انت ما شفتنيش. ازاي سيادتك وسيادتك قدام اهو. ولا عمري شفتك. سلام يا باشا. ماشي يا سهام. وحشتيني يا حنونتي. ايه رايك في الهديه دي؟ تجنن، حلو قوي يا شوقي، بس دي شكلها غالي قوي. مفيش حاجه تغلى عليك يا قمر، ولسه في مفاجاه تانيه. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ حجزتلنا رحله لبنان علشان نتدلع. لبنان؟ ده انا هموت واروحها. انما قولي هنا، انت ايه اللي مغيرك كده انت جبت الفلوس دي منين يا شوقي؟ بصراحة اتورطت بقى في جريمة سرقة واحد امريكاني كان زبون عندي. رحت اوصل له شغل لقيته مقتول وسايح في دمه. قلت بس يا ابو شو فرصة عمرك وجات لحد عندك. رحنا مقلبين وانا والواد عاطف وقسمنا الحكاية نص بالنص. 5000 دولار وست ساعات اصلي، انما ايه؟ بعت الواحدة منهم ب 30,000 جنيه وكمرت الباقي. حياتي كل ده عشاني؟ بموت فيك. بس في مشكلة. مشكلة ايه؟ بصراحة لازم نسيب البلد ونهج شوية لأن الموضوع لسه سخن ومبردش، والواد ابن الأبلسة الأمريكاني ده كان رازع كاميرات في كل حتة حتى في أوضة النوم، ولولا إن أنا وأنا بدعبس كده لقيت الهارد اللي الكاميرا بتسجل عليه كل حاجة كنا روحنا في 60 داهية. جدع يا شوقي، طول عمرك ذكي ومصحصح. أمال أنا بحبك ليه؟ وبعدين عملتوا ايه؟ ابدا، وقعنا في مطب تاني بايخ، واحد اسمه سمين وصالح ضرب على الهارد وقعد يساومنا وعايز فلوس، فاضطرينا نخلص منه وحرقنا الهارد. عفارم عليك يا ابو الشوق، صحيح انت ما يتخافش عليك. يتخاف عليا ده ايه؟ ده انا الرعب نفسه. بموت فيك. انت يا بنت يا بخت. حمدية؟ ايوه حمدية، حرامية كلاتية. لا 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 لا، وليه الغلط ده؟ هو في ايه؟ ده اللي يقلكوا يا عيني نوع. مالك يا ست انت؟ ما تحترمي نفسك شوية. الله، وانت مين انت يا عم الخزان؟ ما خزان؟ خزان ايه؟ ما تلمي نفسك، ما تفينك مكانك هنا. بس بس يا ديسي بس، هو في ايه يا حمدية؟ ما انا خلاص فسخت خطوبتي من اخوكي. ليه؟ هو في حاجة ما بيننا؟ لا يا اختي، لسه فاضل حاجة مخليها الوصل موجود. ايه دي؟ فلوس الجمعية اللي اكلتوها علينا يا حرامية. الله، هو انتوا كمان؟ الله الله، ده احنا في الهوا سوا يعني. عشان تعرف ان انا عندي حق. بقول لك ايه، فلوس الجمعيه 3000 جنيه بتوعي انا واخواتي، وعزة جلالة الله لو ما جوش لا اروح القسم ولا البسكو قضيه ولا شوشره ولا قواضي. انا وعدي مني، بصي اول ما امسك شغل تاني انا هسددهم لك على الاقساط. اقساط ده ايه يعني؟ هو اللي اديناه لكم جنيهات بالالوفات تدهم لنا برايز وشيلينات؟ دي ما قدرتي، ولو عايزين كملوا معانا، انا ما قلتلكوش اخرجوا من الجمعيه. لا يا اختي بح، كان فيه وخلص. خلاص مش عايزين اي حاجه تربطنا بيكوا. الله يسامحك. بقول لك ايه، ادام انت يعني ناويه تدفعي كده وتسدي بالهداوه، خدي مديلي وصل الامانه ده من غير وصل. وعد مني انا هسدهم لك على اقساط. وعد ايه يا موعد؟ بقول لك ايه، يا اما تمدي يا اما هنروح القسم. ايه يا ماره مالك؟ ما تهدي شويه. الله، وده اللي موقفه ده كمان؟ بقول لك ايه، انت معاهم معاهم عليهم عليهم، اقعد على جنب كده يا عم اللغز. من اللغز
البطه دي بنت حتاتي وما ينفعش اشوفها تتبهدل قدامي ابدا. لا يا اخويا، ده انت خايف عليها قوي كده، طب ما تدفع لها. ايه عليها كام يعني؟ 3000 جنيه. ماشي. تلات آلاف جنيه هم يا حدايق. بس يا ديسي بس، بص انا هسوي اموري معاها وهسدهم لها عقصات. هو ده الكلام، قطمه احسن من نحته. بقول لك ايه، خد يمكن ينفع. هات الوصل. بص يا اختي، اختي وحبيبتي وبنت حتتي، اقساط اساطيل انا، بس امضيلي على الوصل. خد يا حبيبي. ايوه متشكرة بجد يا ديسي، متشكرة، وانا ان شاء الله فلوسك هتكون عندك. ما تقوليش الكلام ده براحتك خالص، ده احنا اهل، ينفع الكلام ده؟ السلامة انت يا اختي. سكرة. السلامة. السلامة يا حبيبتي. الحقيقة يا سهام انا جاي اعاتبك قدام عمي ومرات عمي. انا بصراحة ما كنتش اتوقع منك كده ابدا خالص. امال كنت متوقع ايه؟ ان انا ارضى بالامر الواقع وارتاح لي يومين وبعدين ارجع لك تاني؟ لا خالص، انا كنت متوقع ان انت تهدي كده وتفتكري لي حاجه حلوه. ما انا برضو ليها حاجات حلوه عملتها كتير. للاسف اللي عملته معايا سيف بيه مررت وضيعت كل حاجه حلوه جوايا. تقومي ترفعي عليا قضيه خلع يا سهومتي؟ ما هو ده الحل عشان ننفصل، لان حضرتك مش عايز تطلق. هطلقك ازاي؟ انا بحبك، ده انا بحبك من هنا. انا بقى ما بحبكش ومش طايقه اشوفك ولا اسمع اسمك كمان. اعقلي وما تخرجيش العفاريت اللي جوايا عليكي، انا فيا اللي مكفيني. وهي كلمه، بكره الصبح تروحي تتنازلي عن قضيه الخلع، بالليل الاقيكي في البيت مجهزه العشاء ومتشيكه ومستنياني. انت ايه يا اخي؟ عمال تشخط وتهدد وتطلق وترد، ايه؟ فاكر الناس اللي حواليك دول عبيد عندك؟ فوق. بقول لك ايه، مش انا اللي اتقالي لا، ومش انا اللي يترفع عليا قضيه خلع، سمعاني؟ ما تخلينيش احطك في حته انا ما احبش اشوفك فيها. عيب يا سيف، ما يصحش كده. بقول لك يا عمي، عقل بنتك وفهمها ان رصيدها بدا يخلص عندي، وان اللي هي بتعمله ده بيهين رجولتي، وانا اللي يهين رجولتي هستحمله. انا اسف يا حبيبتي على عيني اللي حصل لك يا بنتي. معلش انا غلطت اني اخترت لك ام مستهترة سيدي، وحرمتك انك انت تعيشي في اسرة هادية ترعيكي وتخاف عليكي. يمكن غلطت في اختياري، وغلطت اكتر لما سكت على اختياري الغلط، بس مش بايديا يا بنتي، والله ما بايديا. في حاجات كتير قوي بتتكتب علينا ما بنعرفش نغيرها، لما ممكن مع الوقت ربنا يبدلها لو حاولنا وكان عندنا إيمان بالله. اوعي تيأسي يا هايتي، اوعي تيأسي يا حبيبتي، دي محنة وهتعدي، والله هتعدي ان شاء الله. انا بعت الأشعة بتاعتك والتحاليل لندن، وان شاء الله حبيبتي ربنا موجود، ربنا موجود، ربنا مش هيسيبنا، ارحمنا يا بنتي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا عايزك تخليكي قويه
خلي عندك إيمان بالله. ربنا كبير قوي بنت، ربنا كبير قوي. أنا بجد ما بقتش عارفة أنقذ آدم إزاي. أنت عارف ساعات لما بفكر أروح أعترف بكل حاجة بيبقى عشان أخلصه وأخلص نفسي من الإحساس ده. بس ده مش هيعافيكم من المسؤولية يا رمزي، بالعكس ده ممكن جدا يورطكم أكتر. معرفش، أنا شايف إن أسلم حل دلوقتي على الأقل دلوقتي إن أنت تفضلي قاعدة ساكتة وهو يفضل هربان لغاية لما يظهر دليل براءته. لو مسكوه مش هيسيبوه. الو، اي كريم، خلاص هنروح؟ طيب اوكي، انا جاي لك حالا. اوكي باي. معلش يا امير، انا لازم امشي دلوقتي. خير في ايه؟ هبقول لك بعدين. ماشي باي. سهى، سهى. ايوه نانسي، قفلي انتي النهارده عشان احتمال اتاخر. اوكي اوكي باي باي. يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. كنا عايزين كمبيوتر نشتغل عليه. هوي بس كده، المكان كله تحت امر سيادتك. ايه طب يا ترى الساعه بكام بقى؟ 5 جنيه. بس احنا عاملين اوفر، يعني كل 5 ساعات معاهم ساعه فريز. اظن كده بقى في الاستقامه بس. طب احنا شويه هنيجي تاني. ها شكرا. اي خدمه، تحت امركم. ايه عملتوا ايه؟ عملتوا يا كريم؟ انا دلوقتي اتاكدت ان هو ده جيجا. عرفت ازاي؟ كلمه مستكانياس دي دايما في بقه، وبعدين قالها اللي عليها في التليفون. صدق صح، ذكي ده كريم. المهم دلوقتي هنعمل معاه ايه؟ اعتقد ان الراجل ده مش غبي، واكيد شايل الهارد في مكان امان مش عنده في السايبر. هيكون مخبيه فين يعني؟ اكيد طبعا شايله في بيته. يبقى احنا لازم ندخل بيته. وده هندخله ازاي بقى؟ انا عندي فكره هايله. قول بسرعه. احنا نخلي عليا تروح تدلع عليه وتفهمه انها عندها مشاكل ومش لاقي حته تبات فيها، وتستدرجه لحد ما تروح عنده البيت. انا لا يمكن اعمل التخريف اللي بيقوله ده ابدا. ده عشان خاطر ادم يا علي. ماليش دعوه، ما تخلوا نانسي تعمل كده. اشمعنى انا؟ انا لا، ما ينفعش. انا لسه كنت عنده مع كريم من شويه في السايبر. علي واضح ان مفيش حل غير كده. اقلعي. ايه اقلع دي يا ستي؟ قصدي بس اقلعي كده، ويعني دلعي نفسك كده وتدلعي عليه شويه، وانا عندي شويه اكسسوارات في العربيه هجيبها لك كده على لزوم الشغل. امري لله، عشان خاطر ادم بس. بس بقول لكم ايه، تخليكوا ورايا لحظه بلحظه، اوعوا توها عن عينكم، لا يحصل مصيبه. ما تخافيش، مش هنسيبك. ما تخافيش ما تخافيش. يلا اقلع الجاكيت بقى. ايه كويس كده؟ تمام. مساء الخير يا عسل. يا مساء الانوار الملعلطه. بقول لك ايه يا اخويا، بتعرف لي صاحب المكان هنا فين؟ محسوبك سيد جيجا. اتفضل يا قمر، اتفضل. يزيد فضلك يا اخويا. بقول لك ايه، قمر يا قمر، مش عايزين واحده تشتغل عندكم؟ تشتغل عندنا؟ ده احنا عايزين واحده نشتغل احنا عندها. تشتغل ايه يا جميل؟ بس اي حاجه اي حاجه، المهم اشتغل وخلاص. انا ظروفي وحشه قوي، سايبه بيت اهلي ومحتاجه الشغل، وعايزه كمان مكان اتوى فيه. بس كده يا مستقنص، غالي والطلب رخيص. يعني هتساعدني؟ هساعدك، ده انا اشيلك فوق دماغي كمان. بصي انا هعمل معاكي احلى واجبه مستقنص. انا هشغلك انا مديره للسايبر، وحبيتك كمان في مطرحي. مطرحك انا وانت لوحدنا؟ لا لا يا اخويا اتكسف، اخلاقي ما تسمحليش. عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع، المهم هتدفع لي كام في الشهر؟ بس كده؟ ده انت تؤمر مستقنص. بس بصي احنا الاول نروح شويه العيال دول ونقفل السايبر، وبعد كده نتكلم في البيت براحتنا. ماشي يا مستكانياس. اموت انا في المستكان. عسل والنعمه عسل. يلا يا ابني هو شطبنا. الشبكه وقعت، الدنيا بتعاندني، الامور بتتصعب عليا، انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. هدي نفسك اسف يا ابني، فوض امرك لله. أنا مش عارف ليه ربنا بيعمل معايا كده، اشمعنى أنا؟ والله العظيم يا ابني ده قدر ربنا، وربنا قادر يعوض عليكم بعيل تاني. ده بدل ما تشكر ربنا إنه شافاك
وخلاك تخلف. خليني اخلف، خليني اخلف عشان اتهم مراتي بالخيانه واضربها بعد ما قتلت ابني. قتلت ابني بايديا يا امي. نصيب يا ابني، نصيب يا حبيبي. لا يا امي، انا كنت قاصد اقتله، كنت بنتقم منها، فاكرها خاينه، بنتقم من مراتي ابني. انا قتلت ابني يا امي، قتلت ابني. لا حول ولا قوه الا بالله، انا قلبي واجعني عليك يا ابني، والله انا موجوع اكتر منك. انا بدعي لك يا ابني ان ربنا يعوض عليك بعيل تاني، اكيد ربنا عارف انك ما كنتش تقصد وده ما كانش قصدك. سهام مش عايزه تعيش معايا تاني. اعذرها يا ابني، انت عارف الطن قد ايه غالي، وهي كانت بتتمناه، بتتمناه من زمان قوي، ولما جه خسرته. انا كمان خسرت يا امي. لو كنت اكتر واحد في الدنيا دي بتمناه ومحتاج له اشوفه قدامي ويكبر. مش بكفيها ده كله، سقام عايزه تخلعني. ايه تخلعك؟ ايوه سقام عايزه تخلعني. انا سيف الحديدي اللي اتهزله 100 شنب، مراته عايزه تخلع منه لله الشيطان. بس لا، انا سيبها بس بمزاجي وقت ما انا عايز، لكن تخلعني لا. ولو حجمت هقتلها. صلي على النبي، هقتلها يا ام. مش كده يا ابني، مكروه. مش كده يا ابني، صلي على النبي. اتفضل يا جميل يا قمر، بيتك ومطرحك، نورت الدنيا كلها. يا ميت مرحبا. وانت بقى عايش هنا لوحدك؟ كنت عايش لوحدي، لكن من النهارده بقى هنعيش سوا في المستقنص. وهتاخد بقى مني كام في السكنه دي؟ اخد ده انت تسكني وتاخدي الايجار اللي انت عايزاه. يا اختي يا اختي، عليك يا جيجا، شقي شقي والله. موهبه من صغري والنعمه، اموت في المستقنص. بصي بقى، ده بيتك ومطرحك، البيت بيتك، خدي راحتك قبل ما اخش انا اخد دش واجي لك في المستقنص. ماشي. اموت انا في المستقنص. ما عدتش طايق البيت ولا طايقها، عشان المصيبه اللي احنا فيها دي بسبب استهتارها واهمالها. يا هشام يا ابني، ده قضاء الله ولا راد لقضائه، وبعدين الحمد لله قدر ولطف. بنتي بقت عاجزه يا بابا، بقت محبوسه في كرسي متحرك، ما بقتش تلعب ولا تتنطط زي الاول. ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يشفيها ويخليها زي ما كانت واحسن كمان. وبعدين يا هشام، ده امتحان من عند ربك سبحانه وتعالى. ونعم بالله، ونعم بالله يا بابا. بس تعرف، انا كل اللي قاهرني ان بنتي وامها هي السبب في عجزها. يا ابني ده قضاء ربنا زي ما قلت لك. وبعدين ما تحملش منال المسؤوليه كلها، وما تنساش ان هي كمان امها، وقلبها محروق عليها زيك بالظبط. يا ابني محروق؟ دي بردة، دي ما عندهاش احساس. هو انا عاوز اطلقها من شويه؟ يا هشام شيل فكرة الطلاق دي من دماغك، ويا ابني اسمع نصيحتي، مفيش داعي تهد بيتك بإيدك. هو لسه ما تهدش يا بابا، ما تهد خلاص، وتهدد معاه حاجات كتير قوي حلوة. يا هشام، لو حياتكم الزوجية فشلت وما كانش في بينكم أولاد، أنا كنت أول واحد هيقول لكم اتطلقوا، وكل واحد فيكم يروح لحاله. بس يا ابني النهاردة ما ينفعش الكلام ده، وخصوصا إن في بينكم بنت، وكفاية اللي هي فيه. وبعدين ما تنساش ان البنت ملهاش اي ذنب في الخلافات اللي بينكم دي يا ابني، ولو انفصلتم هتكسروا حاجات كتير قوي جوه البنت، فما تظلموهاش اكتر من كده، حرام عليكم يا ابني. يا رب يا رب يا كريم. امتى؟ فين الهارد اللي عليه فيديوهات الراجل الامريكاني يا جيجا؟ بقول لكم انتوا مين؟ مش مهم احنا مين، المهم الهارد.
والله العظيم انا بلا دعوه. بص الفيديو ده كان بلوه اتحلفت عليا. بقول لك ايه، هتقول الهارد فين ولا علقك؟ لا انفد بعمرك وطلع الفيديو بدل ما احنا نطلعه بالعافيه. ايه يا جيجا، انت عندك ضيوف ولا ايه؟